توا باش نعملوا بوزه بوفريوه، باش نوريكم كيفاش البوفريوه تعملوها وحدكم في الدار وكل شيء، وتجيكم بوزه تعمل 66 كيف. هوني عندنا ايتر حليب ومعاهم 200 غرام بوفريوه بالقشور نتاعهم، معاهم جوج مغارف كبار سكر، ومعاهم مغرفه كبيره نشي. مغرفه كبيره نشي على خاطر جينيرالمون البوزه تكون ليكيد، ما تكونش كيما الكريمه معناتها تتحط في كيسين وكل شيء. دونك نبدا في الروسيت. اول حاجه باش نعملوها عندي هنايا 200 غرام بوفريوه بالقشور نتاعي، باش نجي هنايا ونحطها تتحمر. ها هي ها هي والبوفريوه جايه هاي سخونه سخونه. تمام باش نحطوها. باش تقولوا لي يا تنويشه اش بيك ما صفيتهاش وما قشرتهاش، باش نعملها بقشوره وتجي بنينه على الاخر. حتى لي شيف باتيسي الكبار كي يعملوا هكا داكواز ولا حاجه بالبوفريوه ما يقشروهاش. هيا هيا اش قالكم عاده في غنيه الجينيريك ساعه ما قلتوليش نتوما عجبتكم ولا نحب الطويول الكل تتصور تتبارطاجها في الانستغرام وتيك توك. عاده نسيت تيك توك هنا بالغنيه هذيا متفاهمين ولا تقيو تنويشه صحيتو هكيك. هذا المطلوب. شفت كيف عندكم اشواغ به كل شيء تعملوا على ذلك. نقول لكم اشريوا حاجه ومن بعد تقعد لكم تنجموا توليو ما تبخلوش على حاجات في الدار. بون تنجموا تشريوها حاضره زيد الحقيقه تربحكم الوقت. خلطوها شويه ونزيدوا هبطوا هكا بديت لازمها شويه وقت امرتحوا شويه الروبو نتاعكم باش ما يتهلكش. اهو اهو دونك انتوما باش ما تقويوش برشا على الروبو نتاعكم تنجموا تزيدوا شويه ويلدو مايز شويه بركه باش الروبو يخدم مرتاح. دونك توا باش نوريكم كيفاش وشنو هو لي زانغريديون اللي باش نحطوهم. نبداو اول حاجه هنايا زوز مغارف كبار سكر. السكر نخليكم انتوما تحطوا قد ما تحبوا. هوني مغرفه كبيره نشي. هنا باش نحط البات دو نوازيت نتاعي اللي هي ديجا وليت طريه وترحات بالقديب القديب. دونك هذا مقدار 200 غرام كيف ما قلت لكم تنجموا تاخذوها حاضره زاده موجوده. بيان سور ما نطيشو شيء. هوني بسباتول باش نجيو وكزيد الكل ونهبطو. فما حاجه اخرى راهو البوزه زاده نجموا نعملوها بالجلجلي تجي ياسر ياسر بنينه. نجموا نحطوها جلجلي ونحطوها بوفريوه زاده. نجموا نعملوا الدرا خاطر هي اصلها بالدرا معناتها البوزه. امانة الحقيقه بوفريوه زاده تعجبني برشا. بالكاكاويه زاده جربوها زاده بالكاكاويه تنجح راهو اون بلوس فيها برشا بروتين الكاكاويه. تويكه باش نحطوا ايتر حليب تكون بارده. شنو باش نعملو؟ خلط خلط خلط. اما باش نعملو لها ضربه ميكسور. فوالا هذي باش خليها باش نستحق لها من بعد. وعندي الميكسور نتاعي وينو البريك. اه هو وين البوزه؟ هاي البوزه. واحنا تو نحكيو على حشيشه رمضان ذكرت حديده جويده. امورنا مريقله الخليط الكل دخل في بعضه. تو باش نحطوها فوق النار ونخليوها تطيب اما نقدروا نحركوا فيها. البوزه نتاعنا عقدت راهو كيف ما قلت لكم تجي ليكيد ما تجيش ياسر عاقده. على ذيك تو جبت انا الكغاف نتاعي باش نحط فيها ونبدا نحط بشويه بشويه باش نخليها تمشي تبرد. مريقله هذوما نحطهم في كاس اخر. هذي تو باش نخليوها تويكه تبرد في الفريجيدير وتبدا نودكم ولا نشهيكم. انا ساعات كي تبدا الدنيا سخونه برشا دونك نحط فيها زوز ولا ثلاثه كعبات كلاسون هكاكا تبدا مفرشكه بنينه نتاع سهريه تعمل 66 كيف. وليد تحب البوزه؟ هاي البوزه مع حشيشه رمضان.